حلوه وشيك جدا. الله تحفه. لحد 140 كيلو. وكم سعره قوي دي بقى؟ حرير دي ها؟ 50 جنيه يا كوريشة من بره ولا؟ معانا كتير قوي دي. الكون كله تحفه والخامه 150 بس مقارب ليها. الجمدان ده حلو قوي. بص الفخامه كام دي النهارده؟ بالجاردن يعتبر ملحفه كنت انا بوريكم بس الحاجات دي براندات البنطلون واندر شيرت ف 170 مقاسات تلبس ب 80 جنيه كلها كوريشة. قالوني من الجزائر على الشحن قلت لهم 150 جنيه حرير برضه. صلى على الكم شكلها تحفه 140 جنيه براندات حلو قوي. تحفه بس حلو قوي قوي والشغل ده بتبقى شيك جدا. 150 جنيه شكلها فخامه. 150 جنيه 120 جنيه ادينا ولا اي حاجه ولا الهوا. 80 جنيه قطرات ندى يا جماعه كم زي ما انتم شايفين. و 180 جنيه كله تحفه النهارده يا جماعه براندات. 150 جنيه حلو قوي عمره وكده موجوده ساعه تحفه تحفه. بصوا الجمال شكلها تحفه. 190 جنيه بس عايز اقول لك فخامه حلو قوي قوي. بصوا 80 يا جماعه دي ب 190 جنيه دي كوريشه كوس التطريز. بصوا الجمال من يد اولى بسعر الجمله وقطعه لبس 140 كيلو 150 جنيه 150 جنيه تمام. النهارده عند علي القدواني يا جماعه العنوان بالتفصيل هينزل لكم بعد ما الفيديو يخلص. هسيب لكم ارقام للتواصل طول عرض الفيديو على الشاشه. بحبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. زكي ابراهيم شفتوا ابراهيم اعرفوا ان انت عند علي القدواني على طول. النهارده شغل بلوجر براندات مشاهير عندنا تمام باذن الله. الشغل اللي هنا كله لوكس وكله يلبس 120 130 كيلو تمام. عايزك بس توحدوا الله وتصلوا على النبي ولايك للفيديو قبل ما نبدا. بص دي اول حاجه معانا حلو قوي قوي. دي بتيجي لون واحد. دي لون واحد الملحفه ابيض تحت البيزك ابيض وفوق اسود تمام. حلوه وشيك جدا. ودي النهارده كام يا ابراهيم؟ دي في العرض 550. دي النهارده ب 550 جنيه. هي كوريشه من بره ولا ايه؟ لا ده عامله زي الكتان مش عارف. حلو قوي قوي. دي النهارده قلنا ب 550. دي النهارده ب 550 جنيه لوكس يا جماعه تلبس معانا مقاسات كبيره بالوانها. ده موديل تاني. ده موديل تاني على 550 بس مقارب ليها. تعتبر النقشه المختلفه بالاكسسوارات برده قطعتين بالبيزك حلو قوي على 550 جنيه يا جماعه. والاسود بتاعها تحفه النهارده ب 550 جنيه بيزك بالجاردن يعتبر ملحفه قطعتين حلو قوي. دي ساده ملحفه ساده على 550 برده. قطرات ندى يا جماعه ب 550 جنيه النهارده تلبس معانا برده فوق ال 120 كيلو. بصوا دي برده النهارده ب 550 جنيه الملحفه ده تتفتح جاردن كمان. تتفتح جاردن معاكم لو تحتها بيزك او تحتها بنطلون واندر شيرت ف حلو قوي على 550 جنيه تمام. عايزه اقول لكم علي القدواني ما بيشتغلش غير في البراندات الشغل اللوكس اللي بيباع مثلا على السوري. انا مش عايزه اذكر لكم بس اسم براند بيبقى على النت بيبقى عليه قوي من نفس الخامات دي ونفس المصانع وكل حاجه. هو المكان بس مش اكتر. عايزه اقول بنشحن بالقطعه. في شغل بالقطعه شحن كل مصر وخارج مصر يعني الدول العربيه كلها. حبيبتي اللي كانت بتسالني من الجزائر في شحن عند علي القدواني موجود. كان في ناس بيسالوني من الجزائر على الشحن قلت لهم موجود الحمد لله تمام. كام النهارده دي؟ دي ب 540. انا عايز اقول لكم تحفه. دي خامه كريب مقاسات برضو لكام يا ابراهيم؟ مقاسات معانا لحد 140 كيلو. لحد 140 كيلو على 540 تمام. تسلم ايدك. الستانه بتاعتها اللي هي القطان كل ده ب 540 جنيه تمام. دي حلوه قوي. دي كام النهارده برضه؟ 540. كل ده النهارده ب 540 جنيه براندات وبرضه تتفتح جاردن معاكم لو عايزين تستخدموها جاردن ببيزك لانها دي خامه كريب تمام. دي كوريشه. دي كوريشه قمر بلسي. دي كريب ولا كوريشه؟ كريب بلسي. حلو قوي بحسبها كوريشه. كوريشه لا دي كريب بلسي. كام النهارده برضه؟ الدار بتاع سادة. دار سادة دي عاملة معانا 550. دي النهاردة ب 550. مقاسات لحد كام؟ مقاسات لحد 110. 110 تمام. بس بقية الحاجات في 120 و130 كمان. ايه الجمال اللي جاي ده؟ ده الجديد بقى. ايه الجمال ده؟ حلو قوي قوي. ودي كام برضو النهاردة؟ دي خامة حرير. دي كلها حرير يا جماعة؟ من فوق كوريشة. من فوق كوريشة ومن تحت حرير بكام؟ دي عاملة معانا 700. دي النهاردة ب 700 جنيه. أنا عايزة بس أقرب لكم من تفاصيلها. بصوا حلو قوي الكم تحفة. حلوه جدا. وقلت لي كام سعرها؟ دي 700. 700 جنيه. تلبس معانا لحد 130. تلبس 130 كيلو ب 700 جنيه تمام. تسلم ايدك. دي حلوه قوي.
دي تنفع امهات المناسبات بقى والشغل ده بتبقى شيك جدا. ودي الخامات العاليه مقاسات خاصه، انا بس بقرب لكم الخامه كريب بتاعتها حلو قوي. وكام النهارده برضو؟ دي عامله معانا 620. دي النهارده ب 620 جنيه. ادينا وشها بقى كل ده ب 620 جنيه. وامهاتي كريب يا جماعه لحد 140 برضه، تلبس 140 كيلو تمام. الشغل كله ما شاء الله لما بارك مقاسات خاصه. عايز اقول لك دي سيمبل وشيك قوي قوي بجد، وتنفع كمان منتقبات يا جماعه، حلو قوي. سمره خامتها ايه؟ خامه كريب، كريب برضه، منتقبات تحفه. اه ده كبسونه ولا زرار؟ كبسونه. اه وبعد كده زراير، حلو قوي تمام. كام النهارده برضه؟ دي عامله معانا 550. دي ب 550 جنيه، دي كريب يا جماعه معانا برضه لحد 140، تلبس 140 كيلو تمام. بصوا اللي جاي برضه، خامة حرير، خامة حرير سيليكون تمام، حلو قوي. سيليكون كلها في خياطة، وبرده واخدة من على الكم. انا بوريكم تفاصيلها، ذهبي واسود، حلو قوي. ذهبي وفضي، كم سعرها كم برده؟ ده اسود وذهبي وفضي، ثلاث الوان، والشغل من على الكم زي ما انتم شايفين. والصدر افرد لي اللونين بعيد عن بعض كده. كام النهارده؟ 550. دي النهارده ب 550 جنيه، حلو قوي. شغل سيليكون يا جماعه بالوانها على 550 جنيه. عايزاكم بقى توحدوا الله وتصلوا على النبي، ولايك في التعليقات يا جماعه، وتدعوا لاخواتنا برده، وتقولوا اللهم انصر الاسلام على المسلمين وازيح الغم، اللهم امين يا رب العالمين، واللهم نصرك الذي وعدت، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده كام برده؟ دي حاجه حرير، دي حرير تلبس معانا لحد 150 كيلو، تلبس 150 كيلو 650. دي النهارده ب 650. انا بس عايزه اوريهم التفاصيل، بصوا الجمال. دي حرير يا جماعه النهارده على 650 جنيه، شكلها شيك قوي. تلبس لحد 150، تلبس 150 كيلو. النهارده كله مقاسات خاصه وكله شغل يا جماعه براندات. بصوا اللي جايه دي حلوه، اللي جايه دي جديده قوي دي. بص انا بس هوريكم التفاصيل قبل ما نقول اسعار. بصوا الجمال، شكلها تحفه. وقم واخد قفله برده عشان ايه ما تبانش. وده كام النهارده برده؟ دي عامله معانا 770. دي ب 770 جنيه تمام. تلبس لحد 130. 130 كيلو تلبس. بصوا 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 الفخامه، حلوه قوي دي. شطرنج دي حلوه قوي، دي جديده قوي قوي، شكلها تحفه. كام النهارده برده؟ دي عامله معانا 680. 600 وكام؟ 680. 680 يا جماعه، دي بس لحد 130 كده تمام. على 680، حلو قوي. هي اللون ده بس يا ابراهيم صح؟ اللون ده والفضي. والفضي تمام. حاجه زي كده اهو. دي خامتها ايه؟ دي حرير مغسول. حرير مغسول اللي هو مكسر شويه كده، بيبقى شكله تحفه في اللبس. واخده استرس برده ورا وقدام. ودي كام برضو النهارده؟ 750. دي النهارده ب 750 جنيه تمام. تلبس معانا لحد 130. طب الفيديو ده للي عايز براندات. في ناس يا جماعه والله العظيم قدامي بيجيبوا عبايات زي كده ب 1000 وكسور النهارده، يعني في ب 1200 و1300. هنا بتاخدوها منبع من يد اولى بسعر الجمله، وقطعي وتشحن لكم بالقطعه. حلو قوي دي بقى. حرير دي ها؟ لا دي خامه اتش دي سي. اه سي بي اتش. دي سي بي اتش. تمام، حلو قوي. دي الخامه دي سي بي اتش بين الرويال والحرير، حاجه في النص. دي كام النهارده برده؟ دي عامله معانا 650. دي النهارده ب 650 جنيه، لحد 130 حلو قوي. على 650 تمام. بصوا اللي جايه دي برده، ايه الجمال ده؟ ايه الشياكه دي؟ عايز اقول لك تحفه. الكم بتاعها حلو قوي قوي. بص بص الكافيه والابيض بتاعها، الكافيه والابيض. تلبس معانا لحد 130. وسعرها كام برده النهارده؟ معانا 630. دي 680 جنيه. كله يلبس بيك سايز عشان ما حدش يسالني في التعليقات، كله يلبس 120 و130. اول 80 كيلو لحد 130 تمام. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الفخامه دي؟ ده حلو قوي قوي. كام دي النهارده؟ الله يخليك، تبقى غاليه. بص بس على الوانها، بص الجري بتاعها تحفه تحفه. انا عايز اقول لكم الكم نفسه مفرغ، والشغل شياكه شياكه. بصوا اللونين الاخر دول حلوين قوي، البيج يا جماعه والمنت، حلو قوي قوي وشكلها تحفه. وكم سعرهم النهارده؟ 750. دي النهارده معانا على 750 جنيه. تلبس معانا لحد 130. تلبس 130 كيلو النهارده على 750 جنيه يا جماعه، شكلها حلو قوي. تسلم ايدك تمام. على 750. لو 50. 750 ولا 80؟ 750. و50 يا جماعه تمام. بصوا اللي جاي برده السودان، ده كم سعودي تحفه. انا بس عايز اقرب لكم، استنى لنا. بصوا الفخامه، بصوا الكم، بصوا الكتف بتاعها. انا بقرب لكم يا جماعه عشان التفاصيل في العبايات السمراء ما تبقاش واضحه قوي، فبقرب لكم. بصوا الجمال والشياكه، حلوه قوي. لا والطرحه من نفس التطريزه اللي على الكم، شكلها تحفه. كام النهارده؟ دي عامله معانا 740. دي النهارده ب 740 جنيه، تلبيس برده لحد 130 كيلو. كل الموديلات كده يا جماعه، عشان بس لو في حاجه صغيره اقول لكم. الملاحف القمر وجمالها صغير منهم. لا انا بقول لو في حاجه مقاساتها ما تلبسش هقول.
دي اللي هي السعودي النص ملحفة. دي نص ملحفة. بصوا برضو الشغلها من هنا حلو قوي قوي، واخدة أبليكة تحفة تمام. والطرحة كمان ده كله حرير. السعر كان برضو معينا. دي برضو بسبعمية واربعين جنيه تمام. دي اللي هي نص ملحفة على سبعمية واربعين جنيه. بصوا كده دي حلو قوي برضو تحفة. دي كريشة مشبحة فخامة مشبحة كده. مشبح برضو كريشة. تمام. كم برضو؟ دي عاملة معانا 780. دي النهاردة ب 780 جنيه كلها كريشة. 140. تلبس 140 كيلو. شكلها حلو قوي برضو يا جماعة. الشكل ده برضو. نفس السعر؟ ده شكل كام؟ نفس السعر. كل ده النهاردة معانا على 740 جنيه. 780. 780 جنيه يا جماعة. ركزوا معانا. تلبس 140 كيلو على 780. تسلم ايدك كلها كوريشة. وانتوا عارفين قد ايه الكوريشة غالية. بالله عليكم لو لسه مكملين لايك حلو للفيديو ده. الله تحفة. انا اقرب لكم بس كده. هي واخدة شغل السيليكون كله تحفة. والخامة كوريشة شكلها حكاية حلو قوي. انا بقرب لكم يا جماعة من العبايات لاني ما بتبقاش ظاهرة لو بصور لكم بالزاوية الواسعة. فبحاول. الله اللون ده حلو قوي. كم دي وانت فريد ده كده؟ طيب عامله معانا 790. دي النهارده ب 790 جنيه. بس عايز اقول لك فخامه شكلها حلو قوي. تسلم ايدك. لحد 140. تلبس 140 كيلو برده يا جماعه. 80 ل 140 تمام. واو الجديد ده بقى. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الفخامه دي؟ ايه الجمال ده؟ كم النهارده؟ ايه الشياكه دي؟ حلو قوي. وده شيفون ولا ده ايه؟ وحرير؟ الخامه السي بي اتش. السي بي اتش في كوريشه يا جماعه. دي اللي هي السي بي اتش في كوريشه اهي يا جماعه. انا بس ايه هوريها لكم. انا عايزاك تفرد قصادي بس كده. واخده شغل سيليكون من هنا. فرد لي الكم الثاني يا ابراهيم. بصوا الجمال. بصوا الفخامه. كام دي النهارده؟ دي عامله معانا 800. دي النهارده ب 800 جنيه بس تحفه تحفه يا جماعه. على 800 جنيه شكلها شيك جدا. تبان قوي في اللبس. تسلم ايدك تمام. واو ده ستانات ولا ايه؟ ده حرير في ستان. ده حرير في ستان. لا واخده كلوش. بصوا 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 الفخامه. بصوا الجمال يا جماعه. حاجه كده تحفه قمر قوي دي. ما شاء الله يعني حلو قوي. كام النهارده دي برده؟ لسه معانا من 70 كيلو لحد 140 كيلو. وكم سعرها؟ دي عامله معانا 850. دي النهارده ب 850 جنيه. انا بس عايزه اقول لكم الكلوش من تحت. شد لي كلوش كده يا ابراهيم. قلنا بكام؟ 850. 850 جنيه يا جماعه. الخليج الجديد لحد 140 كيلو. كل ده الكويتي على 700 وكام؟ و50 الشحن داخل مصر وخارج مصر تمام. 850. 850 سوري 850. دي كوريشه. كلها كوريشه شغلها تحفه. وكم النهارده الكوريشه برده؟ دي 750. دي برده ب 750 جنيه كوريشه قمر. تسلم ايدك. اسود بس. ها اسود بس منها تمام. بصوا اللي جاي برده. بصوا كده. بصوا 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 كام القمر دي؟ خمس قطرات الندى. عامله كام معانا؟ دي 780. بصوا الجمال. كل ده النهارده ب 780 جنيه قطرات ندى يا جماعه. تلبس 130 كيلو تمام. واخد الشغل برده. والشغل ده لا بيقع ولا اي حاجه يا جماعه. لا حاجه ثابته محترمه تمام. والكم واسع ما شاء الله عليه. مقفول برده زي معصم تمام. حلو قوي. الشغل خياطه تمام. تسلم ايديك. دي كوريشة برضه. انا هقرب لكم بس من التفاصيل يا جماعه. بصوا 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 تلبس معانا لحد 130 كيلو. دي تلبس معانا 130 كيلو. بصوا الجمال. كام النهارده برضه؟ دي عامله 790. دي النهارده ب 790 جنيه. دي كوريشة كلها شكلها حلو قوي. تسلم ايديك تمام. حلو قوي دي تحفه. دي شياكه دي والله العظيم شكلها فخامه. عايزه اقول لكم القمر ظلماها لاني بجد شكلها حلو قوي قوي. بصوا حتى الاستراس قرب لي كده يا ابراهيم. بصوا بصوا السيليكون بتاعها شكله شيك شيك قوي. واخده من هنا نفس السيليكون ده بس على رفيع. والخامه دي برده سي بي اتش. سي بي اتش تحفه. نازله على كلوش. كام النهارده؟ دي عامله معانا 850. دي ب 850 جنيه برده فيها مقاسات. مقاسات معانا من 80 لحد 140 تمام. ب 850 جنيه. الشغل ده مش هتلاقوه غير عند علي القدواني بس يا جماعه. عايزه اقول لكم اي الله 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 ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ حلو قوي دي شياكه. دي في منها الوان ولا ايه؟ في منها الوان بس خلصانه والله. بصوا بصوا اللون ده تحفه. الجري ده تحفه. كام النهارده دي؟ دي عامله معانا 850. 850 جنيه شكلها فخامه. شكلها حلو قوي يا جماعه على 850. تسلم ايدك تمام. واو. عايز اقول لك اللحظه اول ما تشوفها تفتكرها جيم بسود بجاردن. ما تفتكروش بيزك اصلا. يعني في اللبس هتشوفوه زي جيم بسود كده بجاردن. شكلها حلو قوي قوي. عامله زي السلوبيتا بالجاردن كده. دي كام النهارده برده؟ دي عامله 980. 980 جنيه. الحاجات دي براندات. العرايس اللي عايزه قطعه ما حدش لبسها قبل كده ومميزه تعالي هنا. كل ده ب 900 في حاجات
980 تلبس معانا لحد 130 كيلو. تلبس 130 كيلو يا جماعه. هي اللحظه كده تفتكروها سلوبيت بجوردن. اه ما انا بقول في اللبس بيبان الحاجات دي. ايه الجمال ده؟ الكويتي وجماله ده اللي هو الديل الكويتي يعني. بصوا حاجه تحفه. ايه الجمال ده؟ شكلها شياكه يا جماعه. النهارده كام النهارده دي برضو؟ دي 950. دي ب 950 جنيه بس. حلو قوي قوي. بعيدا عن السعر وعارفه ان الاسعار واو لان الحاجه الخامات عليت والحاجات هنا بجد الماتيريال عالي قوي قوي. يعني انتوا دلوقتي لو هتجيبوا عبايه شعبي مش اقل من 500 جنيه. شعبي وصل 600 جنيه. 500 و600 الشعبي يعني عشان بس تبقوا عارفين. النهارده هتاخدوا جي لوكس قلنا ب 900 وكام؟ 950. 950. تسلم ايدك. تمام. واو واو واو. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ فخامه فخامه. دي قطعتين. ده الاكس لارج بتاعها. البيزك بتاعها برضو بيكبر مع ال بس مع التلبيس طبعا. مع التلبيس. حلو قوي قوي. ودي كام النهارده برضو؟ دي 850. 850 بس. عايز اقول لك شياكه تحفه النهارده يا جماعه. براندات ب 850 جنيه. تمام. لحد برضو 130. 130. بصوا اللي جاي ده جديد يا باشا. ده جديده. ده تحسها ملسعة ليزر. جديدة. أنا لسه بس الكاميرا شوية. بصوا 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 اهو التلسعة باينة خالص. ملسعة جديدة. حلو قوي قوي. شكلها تحفة. تحفة. حلو قوي. ألوان ولا إيه؟ برضه معاها ألوان طبعا. اه بيزك. والبيزك واخد حتة برضه من نفس لون الجاردن اللي بره أو العباية من بره. حلو قوي. بألوانها برضه يا جماعة. المقاسات تلبس برضه 100 وكسور. لحد 130. تمام. وسعرها كام برضه؟ الزيتي بتاعها حلو قوي. دي النهارده ب 870. مقاسات تلبس بيك سايز يا جماعة على 870 جنيه. في الشحن داخل مصر وخارج مصر. تمام. بالقطعة يا جماعة. نشحن بالقطعة. تمام. تسلم إيدك. تمام. معانا دي ملحفة برضه. الناس عشاق الملاحف زي كده. الناس اللي بتحب الملاحف. اه حلو قوي. كام النهارده برضه؟ حزام داخلي. دي عامله معانا 720. دي النهارده ب 720 جنيه. حزام داخلي والتطريز وش وظهر زي ما انتم شايفين. تمام. كل ده حرير يا جماعه. تشكيله ملاحف حلوه. حلو قوي. قرب لي بس كده نمسك معاه. بصوا بصوا. لا ده الكم من هنا تحفه. تل ده عامل زي الاورجانزا كده. حلو قوي. وده كام برضو النهارده؟ دي 750. دي ب 750 جنيه. تطريز وش وظهر اهو يا جماعه على 750 جنيه بالطرحه بتاعتها. تمام. واو. دي حلوه برضو. حلوه قوي دي. نفس السعر 720. تمام. ودي تنفع سوارهات قوي الافراح لان الظهر من ورا. بصوا دي 720 برضو. 720. تمام. كل ده 720. ملاحف حرير تلبس فوق ال 100 وكسور كيلو يعني بتجيب من 80 وانت طالعه يعني. بصوا دي. بصوا دي. عايزه بس اوريكم. بصوا التطريز. بصوا الجمال. كل دي سوارهات تمشي معانا وسهره. وكل ده النهارده معانا على 700 وكام؟ 720. تمام. بالله عليكم لايك لايك. حلو يا جماعه ما تستخسروش اللايك. اللايك ببلاش والله. كام النهارده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ ده لون جري يا جماعه. واخده برده. انا عايزه اوريكم بس ان فيها حفر كده تحفه. شكلها حلو قوي. دي ستانات. ستان حفر يا جماعه. حلو قوي. انا بس اشغل لكم الزاويه دي عشان تبان معانا. بصوا الحفر بتاعها حلو قوي. كل ده ستان حفر كده. كام النهارده؟ دي النهارده ب 650 جنيه. ستان حفر يا جماعه بالوانها. تلبس معانا برضو فوق ال 130 كيلو. تجيب معانا كتير قوي دي. تمام. تسلم ايديك. تمام. اه الناس بقى اللي عايزه حاجات ملابس احرام بقى وعمره وكده موجوده. تمام. حلو قوي. اللهم وعدنا يا رب. ربنا يوعدنا يا رب. كام النهارده دي؟ دي عامله معانا 750. دي النهارده ب 750 جنيه. دي تنفع للعمره وتنفع برضو الصباحيه العروسه عادي يعني. بصوا اللي جاي ده برضو. ده قطعتين بالبزك. حلوه جدا جدا. شكلها تحفه. وكام النهارده برضو؟ دي 870. دي 800 وكام؟ 70. 870. قطعتين يا جماعه على 870 جنيه. تلبس معانا برضو 130 كيلو. تمام. حلو قوي قوي. الحاجات دي بتلبس معانا. بصوا اللي جاي برضو. ايه الجمال ده؟ ومن تحت واخده كلوش. شكلها حلو جدا. دي حرير ولا ايه؟ دي قطرات ندى. قطرات ندى من اعلى. اه من اجود انواع الحرير يا جماعه. واخده قصر بلسي كده من الجنبين. وكام النهارده برضو؟ دي عامله معانا 1050. 1050. دي النهارده ب 1050. حصر عند 1050. تمام. كل ده البراندات الجديده يا جماعه. الشغل ده دوروا عليه على اي ستورز كده بس بالتيكت والمصنع وانتوا هتعرفوا قد ايه هتاخدوا خصومات. كام النهارده؟ بص الظهر. الظهر تحفه. واخد قصره من ورا. شكله شياكه قوي قوي.
970 دي النهارده ب 970 حلو قوي. برضو المقاسات تلبس 140 كيلو. 140 كيلو. ايه الجمال ده؟ ايه الجمدان ده؟ ده حلو قوي قوي. ودي كام النهارده برضو؟ دي عامله معانا 950 تحفه. في منها لون غامق تاني. حلو قوي. البيزك بتاعه ابيض. قلنا ب 900 وكام يا ابراهيم؟ هنوريكم اللون التاني منها برضو. بس بالله عليكم اللايك يا جماعه، بتنسوا اللايك انتوا. بصوا اللون ده منها، كل ده ب 950 جنيه، قطعتين ملحفه بالبيزك بتاعها ل 950، واخده شغل عرباوي ذهبي كده، شكلها حلو قوي. تسلم ايدك. تمام. بصوا اللي جاي دي، انا هقرب لكم بس عشان هي ايه، في تلسيعه فيها، عايزه اوريها لكم. بصوا ملسعه واخده كده تحفه. كام النهارده؟ الله يخليك، بس حلو قوي ده. تجيب 200 كيلو والله، تلبس معانا 200 كيلو يا جماعه. المقاس ما شاء الله عليه. كام النهارده؟ تحفه حلو قوي. دي النهارده ب 800 جنيه. تمام. العبايات دي غسيل ولبس، يعني عبايه العمر ما بيجرلهاش اي حاجه. والملسعه دي حلوه، انا هقرب لكم بس ايه، افرد معاه كده. بصوا الجمال، كلها ملسعه واخده زراير من هنا. كام النهارده برضو؟ دي عامله معانا 690. دي النهارده ب 690 جنيه، شكلها فخامه، حلو قوي قوي، شكلها تحفه. تسلم ايدك. تمام. بصوا اللي جاي ده برضو. بصوا انا عايزه اقرب لكم التفاصيل. الكم من هنا عايزه اوريكم، هو معصم كده مقفول، واخد كسر بليسيه كده، شكلها حلو قوي. ومالظهر برضو شياكه. كام برضو النهارده؟ عامل معانا دلوقتي 850. 850 كل المقاسات تلبس يا جماعه. تمام. واو دي ذهبي برضو. لا انا هفرد معاك الملاحف، انا بحب افردها. بصوا الشغل ده ولا اي حاجه ولا الهوا. كام النهارده وانا فردها ناخد سكرين؟ الله يخليك، افرد لنا كده. عامله 950. دي 950 جنيه، شغل بلوجر وبراندات، بتلاقوها بألوفات يا جماعه على الاونلاين. النهارده هتاخدوها ب 900 وكام؟ 950. في الاسود منها، ويعني في البلاك وفي الجولد بتاعها، كل ده 950. تلبس معانا برضو فوق ال 130 كيلو. ما شاء الله اللهم بارك، يعني مقاساتها مرتاحه قوي. الله الله، ده قطعتين دي. دي قطعه واحده. قطعه واحده ولا اثنين؟ قطعه واحده بس خفيفه، يعني عايزه تحتها بيزك. عايزه بيزك يا جماعه، بس هي جديده، الخامه جديده. بصوا من هنا شكلها حلو قوي. ودي رسمه ثانيه، عايزه اقول لك دي اللي ترند قوي. دي يا جماعه تحفه. دي عامله معانا 700. دي النهارده ب 700 جنيه، بس هتعوز لها بيزك يا جماعه، يا اما بنطلون واندر شيرت. تمام حلو قوي. تسلم ايديك. واو، سواريه رسمي. ايه الفخامه دي؟ حلو قوي. وتحتها بزك ابيض. بصوا تحتها بزك تحفه ابيض اهو يا جماعه، افرد قصادي كده بقى. بصوا الجمال. بصوا انا بوريكم بس الملحفه وشياكتها. كام النهارده؟ دي عامله 800. 800 جنيه، شغل براندات، خامات عاليه قوي يا جماعه عند علي القدواني، وبس ب 800 جنيه. عايز اقول لكم الحاجات دي براند والله العظيم، يعني ممكن تلاقوا نفس الموديل على خامه ثانيه ما تبقاش، وتلاقوها باسعار اقل. القطايف يا جماعه وجمال، القطايف يا جماعه حاجه تحفه. كان حد بيقول لي القطايف من ساعتها وهي معلقه معايا، القطيفه القطايف تحفه قوي، واخده شغل استراس، وبرده تنفع معانا شتوي. قمر شتوي. كام النهارده دي؟ طيب عايز اخد. الله، ده في ماركات كمان جايب لكم ال في منها. تمام. تسلم ايديك، حلو قوي من ورا وقدام. في ال في اسود، وفي على سيلفر، حلو قوي تحفه دي. كام النهارده هتديها لهم يا ابراهيم؟ دي النهارده ب 750 بالوانها يا جماعه، قطيفه على 750 جنيه، حلو قوي القطيفه ب 750. والملحفه دي برضو قريشه تحفه. انا عايزه بس ايه، بعد اذنك يا ابراهيم، بصوا الاستيك، انا بعشق كم الاستيك يا جماعه والله. بصوا حلو قوي، واخده من هنا. بصوا مفرغه ازاي، انا عايزه اوريكم بس مفرغه ازاي، حلو قوي قوي. ودي النهارده كام برضو؟ نفس الطرحه برضو مفرغه زي نفس الشغل ده. سعرها كام؟ دي 750. دي النهارده ب 750 جنيه، حرير برضو. لا قريشه سوري، على 750. تلبس معانا لحد 300 كيلو. تسلم ايدك. تمام. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ انتم مدلعين القطيفه خالص عندكم. ده تونيك بنطلون وانت طيب. بصوا عندهم العبايات القطيفه متدلعه قوي والله العظيم، بكابتشو بقى وكم. بصوا وكابتشو وشغل من ورا وقدام وكم كمان. بصوا القطيفه هنا متدلعه والله. كام النهارده؟ 780. ده تونيك ببنطلون يا جماعه قطيفه على 780. 780 يا جماعه، برده مقاسات تلبس 130. حلو قوي المقاسات الخاصه، يعني مش ناسيين المقاسات الخاصه في حاجه. بقول لك مدلعين القطيفه. بصوا الجمال. بصوا انا هرجع لكم بس عشان ازوق.
ازوم لكم تشوفوها كويس. ايه الجمال ده؟ كام النهارده القمر دي؟ دي عامله 800 دي النهارده ب 800 جنيه واخده من تحت كده شيفون. ده تونيك بنطلون قلنا بكام؟ 800 ب 800 تونيك بنطلون قطيف يا جماعه. ده تونيك برضو؟ اه ده فيرزاتشي. فيرزاتشي يا جماعه على 800 جنيه ماشي تمام حلو قوي كله ب 800 800 بالبنطلون يا جماعه تلبس 130 كيلو تمام. بص بص دي برضو مقاسات خاصه حلو قوي وامهاتي وتنفع هاديه قوي في افراح برضو ومناسبات هاديه قوي ما فيهاش شغل كتير تمام. الذهبي والسيلفر دي النهارده ب 700 جنيه تمام. امهاتي يا جماعه على 700 مفاجاه الفيديو يا جماعه احبابنا. بص بص العبايات للاطفال جبنا لكم عبايات اطفال قريشه حلو قوي لا والوان كريب بلسيه كام النهارده؟ الله تحفه كام النهارده؟ دي عامله معانا 400 دي النهارده ب 400 جنيه تمام تسلم ايدك. بصوا بصوا ده جاب لكم عرباوي كمان اطفال والله مدلعينهم يا جماعه بس الحته اللي معاك دي بوم حلو قوي. كام دي؟ دي عامله 350 350 ودي كام برضه؟ 350 كل ده ب 350 بصوا الجمال كل ده ب 350 جنيه عبايات الاطفال الزراير على 350 جنيه. عايزه اقول لكم شياكه حلو قوي 350 يا جماعه فخامه دي اللي بوم حلو قوي قوي. دي كوريشه ولا دي حرير ولا ايه؟ بس حلو قوي دي مقاس ثلاثه يا جماعه تلبس ايه خمس ست سنين؟ دي بتلبس معانا اربع مقاسات اربع مقاسات من ثلاث سنين لحد اربع. طب دي عامله كام معانا النهارده؟ دي عامله معانا برضه 350 350 بس عايزه اقول لك فخامه وشيك وشكلها حلو قوي. الخامات الكبيره اه كله ب 350 السمراء العبايه ب 350 جنيه النهارده يا جماعه بس الاطفال. بصوا الزراير دي تحفه على 350 جنيه حلو قوي في اصغر واكبر يعني جايب مقاساتها كله ب 350 عامله زي الدرس كده قمر تسلم ايدك على 350 وكل دي موديلات زي ما انتم شايفين تعبتك معايا وشكرا جدا الله يخليك ده نورك. كنا النهارده عند علي القدواني يا جماعه العنوان بالتفصيل هينزل لكم بعد ما الفيديو يخلص هسيب لكم ارقام للتواصل طول عرض الفيديو على الشاشه. بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى العنوان وازاي نوصل. احنا واقفين دلوقتي قدام جمبري العتبه. بصوا ده جمبري العتبه في شارع الجيش في القاهره. هنوصل له ازاي اصلا وازاي نوصل للمكتب هلف اوريكم. كمان اقرب محطه مترو هتكون محطه مترو العتبه. اول ما هتنزلوا محطه مترو العتبه هتسالوا على اول شارع الجيش اللي على اوله كوبري الازهر اللي انتم شايفينه ده. ولو راكبين ميكروباص من اي مكان برضو قولوا عايزين ننزل عند اول شارع الجيش هينزلكم على اول شارع الجيش اللي عنده كوبري الازهر اللي انا عملت عليه زوم دلوقتي. هتفضلوا ماشيين ومكملين لحد جمبري العتبه مشهور جدا جدا في شارع الجيش. وفي ظهري كمان في دخل الدرب البربره اللي جنبنا ده ممر الجوهري اللي قدامنا في وشنا. احنا هندخل من جنب جمبري العتبه مشهور ومعروف جدا في شارع الجيش. هعدي معاكم الطريق بقى واوصلكم للمكتب ان شاء الله بكل سهوله. المكتب اسعاره بجد جمله الجمله اسعار حلوه جدا جدا وعلى طول بيعمل عروض لكل متابعين قناه يوميات مكه. اول ما هنعدي على طول كده هنلاقي البيت المعمور. بصوا هحاول اوريه لكم. البيت المعمور هو اللي على يمنا وجمبري العتبه وبعدين شركه الهنا. هنفضل مكملين زي ما انتم شايفين. هنلاقي ده مدخل عمارة صباح الخير يا مصر. هندخل كده من العمارة هنلاقي الاسانسير في الوش زي ما انتم شايفين كده. هنطلع مع بعض للدور الثالث يا جماعة. بصوا اليافطة كمان بتاعت سنتر علي الكدواني هتلاقوها موجودة الدور الثالث ودي رقم تليفون ليهم. الاسانسير شغال هتطلعوا فيه قدام على طول المدخل بتاع باب السنتر. بصوا احنا ضغطنا على الثالث وخلاص طلعنا الدور الثالث مع بعض. اول ما هنخرج على طول هنحود يمين هنلاقي سنتر علي الكدواني. ربنا يجعلنا من اهل يمين زي ما انتم شايفين. ده اللي عملنا منه الجوله النهارده وهتاخده بنفس اسعار الفيديو. بحبكم في الله ما تبخلوش عليا بلايك وشير للفيديو ده واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.